تصدقوش نعطيو الهضره، حنا تنعيطوا للناس اربع تليفونات حامدين هما مخدم فيهم بوحدي يا صاحبي. السلام عليكم اخويا سي خويا بليله. الو بحال شي تاع كيجا تقريبا هو هاي هذا هيك ما فيقتك الله عبد الله بديلا بحال هيك جزار سيدي هكا الله يحفظك. سمح لي عيط لك في هذه الوقيته هذه غير بغيت نكونفيرمي معاك على واحد واحد عيد الميلاد وبغينا نديرو واحد الذبيحه الا جات على خاطرك. الله يجازيك بخير. نهار السبت قلت لك عندي واحد لانيفيرسير لبنيته ديالي وبغيت ندير واحد الذبيحه. نعم ايوا بقينا انا ها فين عندك المحل جايه فين عندك المحل كتب لي مول الجزار كيفاش بعيد في العروي في العروي انايا والله اشكون والله خويا واش غدبح لينا ولا لا واه شفت في العشية في العروية ورا العشية ذبح لنا صافي ذبح في الصباح باش العشية نطيبو اللحم واش غدبح لنا صافي في العشية نبقاو نشوف ما عندناش بزاف عندنا شي حاجة قليلة ديال الغنم والله ماشي حاجه كتبش عليك شوف شي حاجه قليله الغدم راه ما تاخذ في الدرتا الساعه عندنا واحد 13000 راس ديال السردي وين ندير عيد الميلاد لبنتي قلت لك بغيت ندير عيد الميلاد لبنتي وعندي شي حاجه ديال السردي ماشي شي حاجه عندي 13000 ديال السردي 80 ديال ها شنو ها وانا قلت لك شحال ندبح 13000 راس هذه ديال السردي هاد الضروبه قول تقريبا شي 50000 ضروبه 30000 ديال التوار وبنتي عزيزه عليا وعندي الجمال عندي 6 البط ديال الجمال والله خويا انت لا خويا عندي لاباس عليا وصافي خصني تخاف وشنو دابا ما يخدو فيك حتى ساعه علاش جيب معاك الجزاره ديال انا ننظر وجيب معاك الجزاره ديال الشمال كامله شوف عرفتي اش غدير عرفتي اش غدير لا لا حتى في اسمع عرفتي اش غدير انا حيت قول لي انت تذبح تبارك الله زوين وهذا داكشي علاش بنا نشوفو ذبيحة يدك غزاله وطلعتك الساعه غدبح لينا في الناظور ياك وصيفطنا اونبورتي كوليسيمو ولا الأمانة 50 درهم للحويلة الحويلة قلت لك ذبح لينا الحولي وصيفطوا لي في الأمانة بدمايات ما بغيناش حنا البطانة والشكامبة خدها الشكامبة صيفط لنا الحوالة الخروف فهمتي صيفط لنا أنت رجلين ديال الدجاج خليهم عندك ما بغيناهمش الراس ما بغيناهم صيفط لنا الكبد علاش هاد الحوالي مسكون عندهم رجلين دجاج سردي وعندو رجلين دجاج تعاون معانا تعاون يلاه مجنون وبنتي باقا صغيرة عندها 27 عام وأنا عندي 19 عام ومرتي عندها 32 عام حنا يلاه والله يستر عليك لما شوف هاد السرادة بالرجلين ديال الدجاج بالفراقش ديال الفروج سردي يكون رباعي سنان الحليب ولا الحمار يكون برج الحمار وبرجلين الدجاج الله يستر عليك قول لي بشحال دابا انت غتحسب الراس ديال الحاولي في الدنيا غتحسبو حاولي ولا فريراج فروج ب 15 درهم ولا تحسب لي حاولي ب 70 درهم للذبيحة هضر معنا صح
خويا بلاتي شحال ديال الفرماج الكره في مليليا الفرماج الاحمر انت في الناظور وما تعرفش الفرماج الاحمر بشحال ليه اشبعال اللحمه ود الحرام ويلي دابا انت داركم تياكلوا اللحم يوميا السبوع تعيطوا لكم السبوع في الحومه ويلي انا اللحم ما كليتوش اصاحبي مرض من تناكلوا من العيد الكبير العيد الكبير اللحم خايب ياك اللحم خايب اللحم خايب اللحم الحاولي خايب خايب وصفت لينا دوك الحوالة ما تاكلهمش وصفتهم لينا احنا ناكلهم ني خايب قولي ندوز لك عمر ندوز لك عمر راه تيعرفك الو الو قلت لك ندوز لك عمر واش ندوز لك عمر ندوز لك عمر شكون عمر ما تقولش يا عمر لا والله الا عمر عنده رجلين ديال الدجاج بغى يهضر معاك علاش وتصور دابا انت ناعس وتلقى انا عيطت شي نهار مالكم دريت الدجاج مالكم شو واقع